أو نبات أو جماد ما يليق بأحد المتكبر أبدا، الكبر أبدا، هو وصف ربنا. فالحساد اعترضوا على الله، والمتكبرون نازعوا الله في وصفه الخاص به، كما سمعتم في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. اعتقاد الأفضلية هو العجب الذي ينشأ عنه الكبر، فأصل الكبر عجب، يعتقد الفضل لنفسه، والفضل كأنه هو الذي يأتي ويكتسب وينسى تفضل الله به عليه. فما من فضل في ظاهر ولا باطن، ولا صورة ولا خلق ولا قول ولا فعل، إلا ومتفضل به الله والمنعم به الله تبارك وتعالى. لكن هذا الزور والغرور الذي يصيب الإنسان ينسى فيه النسبة إلى الله، فينسب لنفسه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، فينسب الشيء لنفسه فيعتقد الفضل لنفسه، فهو عجب. يثمر اعتقاد أنه أفضل من الغير فهو كبر، يثمر أن يتصرف تصرف المتعالي فهو تكبر. مترابطة، يجلب بعضها بعضا والعياذ بالله تبارك وتعالى، مع أن الله تعالى جعل بين عامة العباد الأفضلية مجهولة، ما تدرى، ما يدرى من الأفضل، حتى لا يسرع العجب لأحد. فجعل الله الأمر غيب، والأفضل من هو أفضل عند الله، ومن أفضل عند الله مجهول، ما يعرف إلا بعد الموت. فيصير الحال كما وعظ بعض الناس مرة، كان يكثر ضحك والقهقه في غير محلها، فالتفت إلي واحد من أرباب القلوب، قال له: أتضحك من أفيك وأنت لا تدري ربك راض عليك أم ساخط؟ فوقعت في قلبه وحلف أن لا يضحك حتى يعلم أن الله رضي عنه، فصار ما عاد يضحك بعده، وأقبل واجتهد وجد إلى أن مات، فصار يبتسم بعد موته حتى وهو على المغتسل، وحتى لما ألحقوه في القبر شهدوا الابتسامة عليه يضحك، دحين درى أنه راضي عنه أو لا، لأنه التعب وأقبل وتوجه بصدق ورضي عنه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. فكذلك ينبغي أن يكون الحال من المؤمن العاقل. قال بعض العارفين: لو أمر بي الجنة فدخلت رجلي اليمنى ولم تدخل اليسرى لم آمن مكر الله بعد، لم آمن مكر الله، يكون يقول ردوه ورجعوا لما أدخل كلي سواء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهكذا أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى، هذه خصوصيات معشر أهل الإيمان، الله يرزقنا النصيب الوافر منها ويجعلنا من أهل الخصوصية والمزيد، آمين، اللهم آمين. صار ليست العبرة بما يظهر على الجسد لكنه منبي، والكبر في القلب ويغذيه العجب والعياذ بالله، ويفنيه وينهيه شهود المنة للمنان، وما بكم من نعمة فمن الله. ويقينا أن أفضل الخلق بيقين قاطعا، وقد أعلم أن أفضل الخلق، كيف تواضع، كيف خاف، كيف أشفق، كيف بكى، كيف تذلل، كيف عامل، كيف مشى، كيف تكلم، هو الذي كان يرقع ثوبه، هو الذي كان يحلب شاته، هو الذي كان يجلس مع العبد ويجلس مع الخادم، وهو الذي كان في كثير من أحواله ما يكاد يميز بينه وبين أصحابه، يخلط نفسه بأصحابه صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان في سفر فقربوا شاتا ليذبحوا، فقال أحدهم علي ذبحها، قال الثاني علي سلخها، قال الثالث علي طبخها، قال وعلي جمع الحطاب، قالوا نكفيك جمع الحطاب يا رسول الله، قال لا، فقام وجمع الحطاب لهم صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه، وقال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. فلو فرضنا أن لك فضل عند الله، ما أنت أفضل من هذا؟
فما لك تسلك غير مسلكه؟ بيقين ما أنت أفضل من ده ولا أقل منه. طيب في ليش صلحت غير دي يقول مسلك غير مسلكه؟ هذا دليل ما لك فضل عند الله. ولك فضل، ولولا فضل عند الله فلا قدر فضلك عند الله تحب طريق الأفضل عند الله، تسلك مسلك الأفضل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم ارزقنا حسن المتابعة لا بعده. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تعالى لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله تعالى بأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني رجله، وغمط الناس يعني إحقارهم وازدراءهم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وهذا إذا قالوا احتقارا لهم. ومن علامات المتكبر أن يحب قيام الناس له ويحب قيامهم بين يديه، ومنها أن لا يزور غيره، ومنها أن لا يستنكف أن يجلس غيره بالقرب منه، ومنها أن لا يأخذ متاعه ولا يحمله إلى بيته، ومنها أن يثقل عليه الثناء على إخوانه وأقرانه، ويثقل عليه المرور إلى السوق في حاجة أحد المساكين. وأما العجب فهو من المهلكات الموبقات المفسدات للحسنات، ومعناه استعظام عمل والنعم، والركون إلى ذلك مع نسيان ما تفضل الله تعالى به عليه من غير سعي وحيلة ومن غير استحقاق. فالمعجب ممقوت عند الله تعالى بعيد من كل خير لو لم يكن إلا فترته في العمل بالخيرات لظنه أنه قد استغنى. فكيف والعجب أصل الكبر والداعي إليه؟ والعجب يوجب نسيان الذنوب واستصغاره وعدم التدارك له. والمعجب مان على الله تعالى عمله وعلى خلق الله، يظن أنه عند الله تعالى بمكان، ويأمن مكر الله تعالى فلا يأمن مكر الله تعالى إلا القوم الخاسرون. وقد قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب. وعنه صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة. وفي رواية رأى قليل ويسير، رأى أنه ما أدى الواجب كامل، وأن هذا العمل يسير بالنسبة لما يلزمه من حق الله تعالى. لا إله إلا الله، لو بقي ساجد من حين خرجت من بطن أمه إلى أن مات وهو هرم ما رفع رأسه من السجدة استحقر هذا العمل في القيامة، ورأى أنه قليل. طيب
وعنه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ولود أنه رد إلى الدنيا كما يزداد كيما يزداد من الأجر والثواب. وعنه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن الرجل ليجيء يوم القيامة بعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله